inşallah derbiden nasip şaşkın inşallah trabu puan tarafı uydet. Lağbin elim bedeniyen. Dekhlin fırqat meydan mziyanin. İnşallah angulu kelime diyanna. والبطاقة الويدة دي إن شاء الله مو بدير فيها ديالنا إن شاء الله هو دير فيها جيم بحلا بلا ما كاع ما حلاوة ما حلاوة ما والو الصراع مول فيه كيمشيو التيرانات وهادي وهادي ساعة ما كاينش غيكون جو أخر عاوتاني كاين إن شاء الله تروا بوا ديال الويدة. بالنسبه لمقابله الديربي على حسب المنظور ديالي غادي يكون نتيجه ديال التعادل تكون سائده في المباراه. المجموعه ديال العوامل هي ان في الاخر ديال السيزون لاحظنا ان الفروقان معا انهكوا بدنيا بحكم البرمجه انهم تقريبا كيلعبوا واحد 3-4 مقابلات في كل 10 ايام. صعيب وحنا ما مولفينش بهذا الريتم هذا وهذه اول تجربه فهاد على هذا الصعيد هذا بالنسبه باش كيلعبوا بزاف ديال لي ماتش واحد الظرف زمني وجيز بسبب ديال كوفيد 19 وهذا الشيء علاش حنا كنقولوا ان غادي يكون واحد الصعوبه كبيره للمباراه وغادي تكون تكتيكيه وغادي تسود على التعادل والله اعلم. المقابله ديال الديربي بتكون بلا جمهور فحنا نكونوا واقعيين تعودنا نلعبوا بلا جمهور فسنتان ما عندنا شي مبرر باش نهضروا نلعبوا بلا جمهور فسنتان فكل تعود انه يلعب في ملاعب فارغه من الجماهير ولكن كيكون موتيفاسيون كبيره من خلال الاراء ومن خلال القنوات الالكترونيه ولا السمعيه البصريه اللي كتكون كتشتغل وكتحفز اللاعبين بطريقه او باخرى باش يكونوا في قمه ديال الجاهزيه ديالهم. انا الديربي ان شاء الله اللي غادي يربح النهار الاحد غيكون الراجل ان شاء الله هي اللي غتكون رابحه لان الراجل تبارك الله كتلعب واخا في الاول ما كتعطيش ديك الكره كيف كاينه ولكن حتى الاخر عاد كتصدم الجماهير وتصدم المتفرجين وتصدم الطاقم التقني وكل شيء. نتمنى انها تفوز. لا راجل اللي غتربح ديما راجل انصر لا يفقد الامل. نتيجه بتاتخ نقدر نقول لك 2-0. ما كنتمناو على الله بسم الله الرحمن الرحيم بعدا نتمناو على الله دوز مقابله في احسن الظروف. والرجاء راه فريق كبير معروف على الصعيد الوطني والدولي. الوداد وكذلك حتى هي فرقه كبيره وهما اللي الحمد لله كيمثلوا كره القدم المغربيه على الصعيد الوطني والصعيد الدولي. ونتمنى الله تعالى تكون مقابله في احسن الاحوال تكون تروق الجمهور نشوفوا مقابله ان شاء الله الرحمن الرحيم اللي هي نتمتعوا بها ونتمتعوا بفريق وحنا كنفتخروا كبيضاويين كنفتخروا بفريقين البيضاويين كيمتعونا الحمد لله في شاك ماتش. ونطلبوا الله تعالى يدوز كل شيء في احسن الظروف وعلى كل حال. بالنسبه للديربي اش غنقول لك؟ المهم حتى انا كيبان لي التعادل الوداد التعادل اللي كاين في الماتش الماتش غيكون التعادل لحقاش فريقين كاملين فهمتي اللعابه في المستوى يعني انا كنقول التعادل فهمتي التعادل غادي تخرج المباراه ديال الديربي ان شاء الله. ان شاء الله كنتمناو تربح الرازي علاش الرازي هذا العام مزيانين وكي كيلعبوا شي الاخر دقيقه وكيشقاتلو ان شاء الله غيماركي عليهم مالانغو لا مالانغو ان شاء الله. واخا الماتش قبل الديربي الرازا فرطوا فيه علاش حيت سميجو المدرب ديال الرازا باغي يربح على قبل البنزرتي باش يبان على الصديق ديالو والزميل ديالو في الوطن ديالو باغي يبان عليه في الديربي وباغي يربحو ان شاء الله 2-0 دراج ان شاء الله.